ما فيش فلوس يا حمادة، ما فيش فلوس يا حبيبي، ما فيش فلوس يا حمادة، ما فيش فلوس يا حبيبي. Hello legends, you rock, I rock for a living. الفيديو بتاع النهاردة هيكون عبارة عن قائمة فيها أكتر 25 ألبوم اتباعوا على مدار التاريخ، او يعني بمعنى اصح التاريخ اللي احنا عارفينه. والقائمه دي اتجددت يوم 11 نوفمبر 2020، فاحنا هنقول القائمه دي بشكل descending، بمعنى الاقل ثم الاكثر ثم الاكثر ثم الاكثر. وقائمه الاكثر مبيعا او البست سيلينج مش معناها ان ده اكتر البوم جاب فلوس او جاب مكاسب لشركه الانتاج، معناها ان هو اكتر البوم باع نسخ، يعني هو عدد النسخ اللي باعت منه مش العدد الفلوس اللي جابها. فاول البوم معانا النهارده هو ابي رودز لذا بيتلز، انتج سنة 1969 وباع 30 مليون نسخة. تاني ألبوم هو Gold Greatest Hits لأبا، كان سنة 1992 وبرضه باع 30 مليون نسخة. وبعد ذلك نرجع تاني لذا بيتلز لألبوم 1، انتج سنة 2000 وباع 31 مليون نسخة. وبعد كده نروح لألبوم ميتاليكا، اللي طبعا من فرقة ميتاليكا، سنة 1991 وباع برضه 31 مليون نسخة. يعني برضه بيجيبوا فلوس الحاجات دي كتير أعتقد، صح؟ وبعد ذلك سيدي الفاضل نروح لألبوم Let's Talk About Love لسيلين ديون، انتج في 1997 وباع برضو 31 مليون نسخة. والألبوم اللي بعد كده هو The Immaculate Collection لمادونا، سنة 1990 وباع برضو 31 نسخة. انا مش عارف الارقام المقررة دي بيبقى ايه بعد ايه بناء على ايه، انا ما عنديش فكرة، بس هي الليست كده، فانا ممكن ادور على السبب واكتبه لكم في كومنت، ويعني لو لقيته. بعد ذلك عندك ألبوم 21 أو 21 ولساني سكين لأدل، انتج سنة 2011 وباع برضو 31 مليون نسخة. حاسس ان الموضوع صعب قوي ان تضرب الإضاءة وال... ماشي. بعد كده سيدي الفاضل عندك ألبوم الساوند تراكس بتاعت فيلم ديرتي دانسينج، يعني اهو الساوند تراكس مهمة وبتتحط في البيست سيلينج البومز، الناس بتشتري الالبومات بتاعت الساوند تراكس بتاعت الافلام. فما علينا، زي ما قلنا الساوند تراكس بتاعت فيلم ديرتي دانسينج كانت اغاني كتير من انتاج كذا باند وكذا ارتست، فيعني مش هنذكرهم. والالبوم ده انتج سنه 1987 وباع 32 مليون نسخه. ولثالث مره نرجع لذا بيتلز مره اخرى مع البوم اس جي تي بيبرز لونلي هارتس كلوب باند، اسم الالبوم حزين قوي، ايه ده؟ ما علينا، الألبوم كان من إنتاج بيتلز وانتج سنة 1967 وباع 32 مليون نسخة. يلي بعد ذلك ألبوم هوتل كاليفورنيا لإيجلز، هوتل كاليفورنيا كان ألبوم مش أغنية، كان في ناس كتير ما تعرفش حاجة عن بقية الألبوم يعرفوا أغنية هوتل كاليفورنيا فقط، فهو كان ألبوم كامل اسمه هوتل كاليفورنيا مش أغنية بس، انتج 1976 وباع 32 مليون نسخة. وبعد ذلك ألبوم Dangerous لمايكل جاكسون سنة 1991 وباع 32 مليون نسخة برضه، هالليست دي مالها. وبعد ذلك يجي ألبوم Jagged Little Pill للأرتست اللي بحبها جدا ويعني صوتها جميل جدا، يا رب أكون بعرف أنطق اسمها صح عشان أنا بكتبه بس، ألانس موريساتي أعتقد، أو موريسات مش عارف، بس هو يعني هي دي الأنثى اسمها كده. الألبوم انتج 1995 وباع 33 مليون نسخة. ونأتي مرة أخرى إلى King of Pop مايكل جاكسون في ألبوم Bad، انتج سنة 1987 وباع 35 مليون نسخة. ويأتي بعد ذلك الحب كله والعشق كله ليد زابلين 4 بالأرقام اللاتينية اللي هي I و V جنبها، يعني ما علينا، طبعا من إنتاج الباند العظيم جدا ليد زابلين، انتج سنة 1971 وباع 35 مليون نسخة. ونرجع للساوند تراكس مرة أخرى، ساوند تراكس فيلم جريس، انتج سنة 1978 وباع 38 مليون نسخة. يا جماعة بقول لكم والله الساوند تراكس بتاعت الأفلام والمسلسلات مهمة وممكن تتسمع لوحدها، سواء كانت أغاني أو ساوند تراكس في الوسط المشاهد. فلو أنت مهتم بالساوند تراكس تقدر تشوف الفيديو بتاع مراجعة ساوند تراكس مسلسل ما وراء الطبيعة، هتلاقيها في اللاي اللي فوق. ويلي ذلك ألبوم Come Over On من إنتاج شانيا توان، انتج 1997 وباع 40 مليون نسخة. وبعد ذلك ألبوم رومرز من إنتاج فليت وود ماك، انتج 1977 وباع برضو 40 مليون نسخة. ولمرة أخرى ساوند تراك ساتردي نايت فيفر من إنتاج بي جيز وشوية ناس تانية، انتج سنة 1977 وباع 40 مليون نسخة.
يلي ذلك ألبوم إيجلز للمرة الثانية Greatest Hits. لو متعرفش إيه فكرة Greatest Hits لأي فرقة من الفرق، فهو بيكون كولكتيف ألبوم محطوط فيه أحسن الأغاني بتاعتهم من فترة إلى فترة ما معينة وما بيحددوها. ففي ألبوم من ألبومات Greatest Hits بتاعت إيجلز كان سنة 1976 اتباع منه 42 مليون نسخة. يالي ذلك ساوند تراكس مرة أخرى، يا ربي يا ربنا بنصفني والله العظيم طول الوقت. ساوند تراكس فيلم The Bodyguard لويتني يوستن وشوية ناس تانيين أنتج سنة 1992 وباع 45 مليون نسخة. طبعا الناس كانت بتشتري الألبوم عشان أغنية My Heart Will Go On بتاعت ويتني يوستن، بس كانوا بيضطروا يشتروا بقية الألبوم غالبا عشان يجيبوا الأغنية دي. وبعد ذلك الأحب والأقرب إلى القلب، The Dark Side of the Moon من إنتاج بينك فلويد، أنتج سنة 1973 باع 45 مليون نسخة. ولو مهتم سيدي الفاضل ببينك فلويد هتلاقي في الآية اللي فوق حلقة مور ميوزك اللي بتتكلم عن بينك فلويد، اتكلمت في الحلقة دي عن كل ما هو يخص بينك فلويد من أول ما كانوا بيفكروا يعملوا باند لحد ما بطلوا وقرروا يفركشوا الليلة وبطلوا مزيكا. ولو مهتم بما بعد ذلك من تاريخ بينك فلويد هتلاقي في الآية اللي فوق برضو حلقة من مور نيوز بتتكلم عن الخناقة اللي دارت ما بين ديفيد جيلمور وروجر واترز الفترة اللي فاتت دي، غالبا الموضوع ده كان من كام شهر، هتلاقي الفيديو فوق برضو اتفرج عليه لو حابب. ويالي ذلك ألبوم بات أوت أوف هيل، خفاش جاي من الجحيم، من إنتاج ميت لوف، أنتج سنة 1977 باع 50 مليون نسخة. وبعد ذلك الألبوم الجميل اللذيذ اللطيف اللي أنا بحبه وبموت فيه باك إن بلاك لأي سي دي سي، أنتج سنة 1980 وباع 50 مليون نسخة برضه. وللمرة المش عارف كام مايكل جاكسون يتصدر القائمة برقم واحد لألبوم ثريلر، أنتج 1982 باع 66 مليون نسخة. وبذلك نكون خلصنا الليست. أتمنى أكون مغلطتش في حساب الأرقام وقلت أكتر أو أقل من 25 ألبوم، فيعني لو قلت أكتر أو أقل ياريت تقولولي. تأكد أن أنت عامل سبسكرايب وتأكد أن أنت عامل لايك على الفيديو لو عجبك. لو حابب تشير الموضوع مهم بالنسبة لك شير، يعني لو مش حابب ممكن تشير برضو، أخوك روق عليه مفيش حاجة. أكون أنا كده خلصت وأراكم الفيديو القادم وانبسطوا.